مرحب بحضراتكم مرة تانية. مجلة فوربس الشرق الأوسط اختارت 3 من شباب مصر، هم منة زغلول، عمر ياسر رزق، ومحمد إيهاب ضمن القائمة السنوية، يعني under 30 لتحت 30 سنة، واللي بتسلط الضوء على المبدعين الشباب في المنطقة نتيجة التأثير اللي أحدثوه في مختلف القطاعات. كلنا طبعا عارفين مجلة فوربس إن هي مجلة بتهتم برجال الأعمال وبتنشر دايما تقارير خلال يعني شهور السنة بتتكلم فيها عن أفضل رجال أعمال أو أفضل مشاريع تمت أو أفضل مشاريع خاصة بريادة الأعمال. شبابنا اللي بنتكلم عليهم النهاردة أثروا بشكل كبير جدا في العمل المؤسسي لريادة الأعمال، أنشأوا شركة اسمها انطلاق لدعم ريادة الأعمال، بدأت نشاطها في يناير 2022 وكانت بتهدف لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، تمكين الشباب، مساعدتهم على استدامة شركاتهم. عارفين ناس كتير ممكن تفتح شركة وما تقعدش كتير، يعني الاستدامة مهمة، أيضا الحصول على الاستثمارات المحلية والخارجية. خلينا نرحب بيهم. معنا النهاردة عمر ياسر رزق، أهلا بك يا عمر. أهلا بحضرتك. ومحمد إيهاب، أهلا بك يا محمد. أهلا بحضرتك. ومنة الله زغلول، أهلا بك يا منة. أهلا بحضرتك. طيب خليني هبدا في البدايه مع منا، ليديز فيرست سامحوني. منا، يعني واحنا بنتكلم دلوقتي على اختياركم ضمن مجله فوربس، مجله فوربس من اهم المجلات في العالم اللي دايما بتركز على الاشخاص المؤثرين في العالم، وكل يعني حسب كل منطقه. طبعا احنا بنتكلم تحديدا على الشرق الاوسط دلوقتي، بنسمع كتير جدا عن اختيار اشخاص عشان قاموا بمشروع او قدروا ينجحوا بشكل عام، ايا كان المشروع وايا كان المجال اللي يعني بيدخل فيه. لكن فكره انشاء شركه لدعم اصلا رياده الاعمال، ده يمكن مجال واسع شويه، محتاج خبره كبيره جدا، محتاج تبقوا ملمين بشكل كبير قوي بالعوامل اللي بتساعد في دعم المشروعات الجديده، خاصه ان احنا دلوقتي في عالم الاي كوميرس وما الى ذلك، فمحتاج عوامل كتير قوي. خليني في البدايه اعرف منك ازاي قدرتوا تاخدوا هذا القرار ان احنا مش هنفتح بقى مشروع، لا احنا هندعم المشروعات او الاشخاص اصلا اللي عايزين يفتحوا مشروعات جديده. طيب في البدايه احنا في انطلاق احنا 5 مؤسسين، الخلفيه من رياده الاعمال وقطاعات مختلفه، والخلفيه كمان ان احنا عندنا خبره اكتر، خبره التيم كله اكتر من 30 سنه في قطاع رياده الاعمال. ولما ابتدينا نشتغل في انطلاق ابتدينا ان احنا نشوف ايه المشاكل الموجوده في القطاع ونبتدي نشوف ازاي نحلها. فابتدينا نشوف ان قطاع رياده الاعمال حقق نجاحها خلال الفتره اللي فاتت، بس كان في مشكلتين كبار موجودين، هو انه السياسات او مش متماشيه مع سرعه وتيره القطاع، والجزء الثاني هو عدم وجود البيانات او عدم اتاحه البيانات. فمن خلال ده ابتدينا حطينا استراتيجيه في انطلاق ان احنا عايزين نشتغل على اتاحه البيانات ودعم قطاع رياده الاعمال وكمان الدمج بتاع القطاع. فاشتغلنا على قطاع زراعين، خلال زراعين، زراع مسرعات اعمال انطلاق، وهي اللي بتشتغل على البرامج التدريبيه اللي بتساعد الشركات الناشئه في مرحله النمو، وبنديهم الدعم والاستشارات والتدريب والتمويل. وعندنا الزراع الثاني وهو زراع الاستشارات، وزراع الاستشارات بيشتغل اكتر على اتاحه البيانات، على اعطاء زي ريكومنديشنز للسياسات والبوليسيز، بنشتغل على مشروعات استراتيجيه ليها علاقه بدعم رياده الاعمال في الجامعات والاويرنس، وبنشتغل كمان على مبادرات. ومن احدى المبادرات اللي اشتغلنا عليها اول حاجه بداناها هي مبادرة ريادة الأعمال مع منتدى شباب العالم، وكان هدفها هو تسليط الضوء على ريادة الأعمال وإتاحة ثقافة ريادة الأعمال في السوق المصري. يعني حد يتفرج علينا يا أستاذ عمر يقول يعني أنتوا بتقدموا استشارات، يعني مجرد تقديم استشارات، معقولة فوربس بجلالة قدرها تقدر تاخدكم وتخليكم نموذج؟ ردك إيه يكون في يعني طبعا هي فرصه، كانت فرصه بالنسبه لنا كبيره، ويعني زي ما بيقولوا ريكوجنيشن للمجهودات اللي احنا بنحاول نعملها. احنا طبعا زي ما زميلتي منا كانت لسه بتتكلم دلوقتي، هو الهدف الاساسي اللي احنا ابتدينا بيه ان احنا لقينا فرصه واضحه في السوق المصري، والفرصه دي بتتكلم من خلال الارقام. في عدد كبير جدا من الخريجين، يمكن يكون اكبر عدد من الخريجين سنوين في التعليم العالي على مستوى الشرق الاوسط، فده اول جزء. الجزء الثاني في استثمارات كانت موجودة بمليارات الدولارات على مدار الخمس سنين اللي فاتوا في قطاع ريادة الأعمال.
فالفرصه غير ان هي متاحه هي متجدده. طب بس عملتوها الفرصة ازاي يعني جبتوا يعني عملتها ازاي؟ ازاي نقدم استشارات في عالم رياده الاعمال؟ برضو حاجه صعبه مش حاجه سهله. اكيد اكيد احنا اللي بنعتمد عليه بشكل اساسي هو البيانات او الـ 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 الابحاث اللي احنا بنعملها او الريسيرش. احنا بنعمل الريسيرش بتاعنا سواء كان على مستوى البيانات الاقتصاديه في نفس الوقت البيانات السوقيه او الماركت ديتا الموجوده، وبنبتدي ندي نبني صوره كامله للسوق او القطاع او الصناعه اللي شركه رياده الاعمال شغاله فيها. سواء الشركه دي احنا بنشتغل برضو بالمناسبه مع الشركات الناشئه المصريه او الشركات الناشئه الاجنبيه اللي عايزه تخش السوق المصري. فمن خلال البيانات دي بنبتدي نعمل التحليلات بتاعتنا، بنبتدي نقيم الفرصه، بنعمل يعني مش عايز اقول دراسه جدوى بس ماركت انتري ستادي او دراسه لدخول السوق. من خلال بقى الدراسه دي بنقدر نحدد الفرصه موجوده فين في الماركت، يقدر يشتغل فين باحسن شكل، ايه الاستراتيجي او ازاي يبتدي يبني الاوبريشنز او العمليات بتاعه الشركه جوه السوق المصري بالتتابع او بالخطوات المطلوبه. سواء بقى من خلال برضو زي ما قلت لنا طبعا اتكلمت دلوقتي على ان احنا برضو بنبص على السياسات ازاي يقدر يستفيد من الحوافز الحكوميه والاعفاءات الضريبيه في تاسيس الشركه الناشئه نفسها. محمد هاخد من كلام عمر وهجيلك. مهم جدا فكره البحث او ريسيرش زي ما قال، هي مهمه جدا لان على اساسها هي اللي بتقدر تقرر هتمشي ازاي او هتكمل ازاي والبلان بتاعه الشركه دي. بس هل اللي عايز يستفيد من خبره انطلاق لازم يكون عنده بالفعل شركه موجوده، ولا لو انا عندي فكره عايزه ابدا مشروع عندي بس مجرد الفكره مش عارفه ابتدي منين باجي لانطلاق، ايه اللي بيحصل؟ احنا في الزراعين اللي كنا بنشتغل عليهم هو الزراع المساعد الاعمال، ده بنركز فيه على الشركات اللي في مرحله زي ما بنقول early stage او pre seed، دي اللي هي شخص طلع فكره وفي نفس الوقت بدا ينتج منتج وبدا يبقى فيه تراكشن على الارض او بقى فيه مردود كويس من الناس على الارض للمنتج ده. دي اللي احنا بنشتغل معاهم في مصالحات الاعمال، وبنشتغل بقى معاهم بعد كده ان هم يبداوا يطلعوا خلاص ريفينيوز او يجيبوا مبيعات. دي القطاع او الستيج بتاعت الشركات اللي احنا بنشتغل معاها في مصالحات الاعمال. انما من الناحيه الثانيه من ناحيه الاستشارات، فالابحاث اللي احنا بنطلعها بتبقى شامله من اول الشركات المليارية اللي هي قيمتها عدت المليار دولار وصولا الى الشركات او الاشخاص اللي هم كمان بيبقوا بس عندهم الفكره. غير كده كمان احنا لما بنشتغل او بنتكلم على زياده الوعي زي مثلا مشروع الجامعات، فاحنا بنحاول نزود من تدريس ماده رياده اعمال في الجامعات المصريه بشكل مستدام. فده بيبدا من شخص في الجامعه عايز يعرف كل ما يخص رياده اعمال، عايز يعرف ازاي يبدا فكره، عايز بعد كده خطواته زي ما زميلي عمر كان بيتكلم يبدا يستفيد من الحوافز سواء في القطاع الخاص او القطاع العام عامله ازاي وهكذا. فبنحاول نخلق شكل مستدام للشخص اللي عايز يبدا يدخل مجال رياده الاعمال او يشتغل فيه هيعمل ايه بالظبط. يا استاذه منى كلميني عن فكره الاستدامه، يعني انا فتحت شركه النهارده. ناس كتير جدا بتعمل مشاريع تشتغل سنه اتنين تلاته ويبدا الكيرف في النازل. ما تعرفيش بقى الشغف الحماس السوق ما كانوش فاهمينه كويس. فكرة الاستدامة دي بتقدموا فيها مشروعات ازاي؟ يعني ازاي اكيد كل واحد وليه سوقه، يعني مش كل الناس بتبقى في نفس المجال. الاستدامة بتاعت اي بروجكت احنا عندنا في انطلاق عاملين زي منترنج، جايبين منترز للستارت ابس اللي معانا. الحاجة التانية اللي احنا بنشتغل عليها مرشدين يعني مرشدين بيشتغلوا مع الستارت ابس اللي موجودين في زراعة مسرعة الأعمال لحد التخرج. يعني احنا المفروض هنخرج أول دفعة من الشركات في شهر واحد، بيشتغلوا معاهم لحد ما يوصلوا لمرحلة ان هم يبقوا قادرين يكملوا علشان يقدروا يحققوا الجروث اللي هم عايزينه في البيزنس بتاعهم. الحاجة التانية اللي بنشتغل عليها هي ان احنا يعني عندنا استراتيجية ان احنا نبني شراكات مع كل الستيك هولدرز في الايكو سيستم. فلو في حاجة أنا انطلاق مش هقدر أقدمها أقدر يعني حد من الإيكو سيستم برضو في قطاع ريادة الأعمال يقدر إن هو يساهم معايا، لأن إحنا داخلين باستراتيجية إن هو عشان الإيكو سيستم يقدر ينمو والقطاع بتاع القطاع ريادة الأعمال المصري ينمو لازم يكون في شراكات على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص أو قطاع ريادة الأعمال. فأول حاجة عملناها أول ما دخلنا السوق إن إحنا بنينا شراكات مع كل الستيك هولدرز الكبار في الايكو سيستم واللي عندهم خبرات ممكن يكونوا اكتر من انطلاق في قطاع رياده الاعمال. فابتدينا ان احنا نكمل بعض، فابتدينا انه لو هم عندهم حاجه في الشركات الناشئه عندهم يبعتوهم لانطلاق او احنا لو عندنا حاجه معينه عشان نقدر ان احنا نخلق حلقه وصل كامله ونتوصل كامله. كده انا حطيت ايدي على سبب النجاح.
بس برضو سبب النجاح يعني منا عدت عليه سريعا كده، بس هو صعب مش سهل، فكرة بناء الشراكات وبناء العلاقات مش بس هنا مع الجهات الحكوميه اللي تقدر تدعم المشاريع دي، لكن كمان احنا بنتكلم على شركات عالميه وبنتكلم على دول كمان اجنبيه. ازاي قدرتوا تبنوا هذه العلاقات؟ يعني اقدر ارجع الموضوع لكذا سبب. احنا من الاول زي ما برضو منا وايهاب كانوا اتكلموا في الاول، ان احنا جايين اساسا يعني خبراتنا كلها جايه اما من قطاع الاستشارات بالذات في مجال السياسات العامه، يا اما في قطاع رياده الاعمال. فاحنا كان عندنا فكره قويه عن الستيك هولدر او الجهه المعنيه، سواء الجهه دي كانت في القطاع الخاص او القطاع الحكومي او كمان قطاع شركاء التنميه او شركاء التنميه الدوليين. فقدرنا نخلق فهم كامل عن التاثير او الدور الاساسي اللي كل نوع من انواع الستيك هولدرز او الجهه المعنيه بتقدر تعمله. ففي الجهات الحكوميه كان عندنا فهم كامل لحد ما كبير للقوانين والتشريعات المهمه. في القطاع الخاص كان عندنا فهم اكبر عن الشركات اللي بتعمل الشركات الخاصه، وده دور مهم جدا، اللي بتعمل برامج الابداع او الانوفيشن كوربريت انوفيشن بروجرامز. وفي نفس الوقت شركاء التنميه كان عندنا فهم كويس عن شركاء التنميه المعنيين او اللي عندهم برامج بتركز على دعم القطاع الخاص في مصر. فمن خلال الفهم ده قدرنا نكون شبكه، او برضو ده جزء من الاستراتيجي اللي كان زمان بيتكلموا عليها، ازاي نقدر نتحرك او ايه الاستراتيجي المناسبه اللي نقدر من خلالها نستفيد بالمجهودات الموجوده هنا وهنا وهنا عشان نقدر ننمو بقطاع رياده الاعمال ونبني شراكات الحوافز قوية الموجوده في كل جهه. مظبوط. غير الحوافز كمان، يعني الحوافز اعتقد ان هي كمان منصوصه بشكل جيد جدا في القانون، يمكن بس التعريفات او التنفيذ هو اللي بيبقى فيه النقاشات دايما بتدور حواليه. بس البرامج اللي بتوفرها الشركات القطاع الخاص بتقوم بدور كبير فيها، بس في نفس الوقت برضو شركاء التنمية بيعملوا دور فيها. فازاي نقدر نجمع المجهودات دي عشان نركز او يبقى فيه تركيز على قطاعات بعينها او اجزاء معينة في الايكو سيستم نفسه، نقدر من خلالها نعمل البرامج امباكتفل او ذات تأثير قوي على الارض. استاذ ايهاب قول لي متى تفشل الشركات؟ يعني في مفهوم اخر 3 سنين فكره تفشل الشركات كان جاي من حد بيحاول ينمو بشكل كبير جدا وما بيحطش رؤيته في الشركه على زي ما بنسميها كده اساسيات البيزنس، يعني اللي هو انا ببيع منتج المفروض بيكلفني جنيه، لو ببيعه بنص جنيه لفتره طويله ده هيخليني اخسر، فده معناه ان انا بحرق فلوس اكتر وهكذا، فمش هعرف يبقى عندي استدامه. فده كان مفهوم الاخر 3 سنين ليه الشركات بتفشل. وطبعا جزء فريق العمل جزء مهم جدا، الفكره نفسها هل ليها زي ما بنقول ماركت فيت في السوق، ان كان هو بيشتغل في السوق المصري او ان كان الاسواق اللي هو بيشتغل فيها وهكذا. فدي من الحاجات عامه اللي احنا بنحاول نركز عليها الفتره الحاليه، ان هو نزود من جلسات النقاش ما بين كل الشركاء، سواء شركاء في القطاع العام والقطاع الخاص والشركات الناشئه كمان، عشان كل دول يعرفوا يتناقشوا في المشاكل اللي بتواجههم كلهم ونعرف نحلها، وفي نفس الوقت نعرف نوصل في الاخر لحلقه مستدامه زي ما بنتكلم دايما، ان هو الشركه بتنشا وبعد كده بيبقى عندها نمو طبيعي جدا وبعد كده بتعرف تتوسع في الاسواق المحيطه. وده اللي ساعدنا برضو طالما بنتكلم على الشراكات، ده اللي ساعدنا ان احنا نبني شراكات في حوالي 7 دول، اكتر من 35 شراكه، سواء بنساعد الشركات المصريه انها تتوسع في الاسواق دي او العكس، الاسواق دي بتحاول تجيب لنا شركات حابه تتوسع في السوق المصري. طبعا السوق المصري حاليا بنتكلم على 105 اكتر من 105 مليون، القوى الشرائيه كبيره جدا وهكذا، الشباب فيه تحت 35 سنه اكتر من 65%، فده بيخلينا بالنسبه للمنطقه العربيه او الافريقيه كمان هب كبير جدا للتالنت بالذات، ان هو الشركات كتير عايزه تيجي تفتح هنا عشان تشتغل بالشباب المصريين سواء في مجال التكنولوجيا في مجال البيزنس وهكذا. يبقى عمر هرجع لك مره ثانيه، وحابه اعرف منك كواليس لقائكم، كان في لقاء مهم جدا جمعكم بدكتور مصطفى مدبولي طبعا رئيس مجلس الوزراء، ويمكن في الاجتماع ده اشاد بجهودكم واشاد يمكن بالدور اللي بتقوموا بيه في دعم شركات الناشئه او حتى دعم رياده الاعمال. كلمنا اكتر عن هذا اللقاء وكواليسه، وازاي اصلا يعني او امتى النقطه اللي قدر فيها مجهودكم يوصل للدوله المصريه بهذا الشكل؟ اكيد احنا يعني طبعا الدعم اللي تلقيناه من دوله رئيس مجلس الوزراء وطبعا القياده السياسيه بشكل كبير، هو ابتدى من يمكن المؤتمر الوطني للشباب في اسكندريه
احنا ساعتها كنا عرضنا قدام السيد رئيس الجمهوريه خطتنا او الاستراتيجيه اللي احنا بنطرحها، وفي نفس الوقت المشروعات اللي احنا شايفين ان هي هتاثر بشكل كبير جدا على قطاع رياده الاعمال في مصر، ومنها مشروع بورتل او البورتل لرياده الاعمال. البورتل لرياده الاعمال ده بيهدف ان هو يأوتوميت او يخلي الوصول للبيانات الحكوميه، لو حد عايز يوصل ماركت ديتا او ايكونوميك ديتا، يبقى عن طريق تشات بوت، ان يبقى فيه تشات بوت. التشات بوت ده اليوزر او المستخدم يقدر يتكلم معاه، يساله زي تشات جي بي تي بس بطريقه تانية. يقدر يساله لو انا عايز اعرف دلوقتي مثلا الناتج المحلي الاجمالي لمصر كام، فالتشات بوت بيرد عليه. لو عايز اعرف بيانات سوقيه بيرد عليه بالديتا المطلوبه. لو عايز اعرف ايه الحوافز الحكوميه بيرد عليه نص بنص القانون. فالمشاريع او الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي هي كانت اشهر طويله جدا في التجهيز، واشهر طويله من الابحاث. التيم كله عمل مجهود كبير جدا فيها، فده كان اول جزء من النقاش. الجزء الثاني وهو مشروع تطوير رياده الاعمال في الجامعات، يمكن ايهاب كان اتكلم على الجزء التعليمي بشكل كبير فيه، ده الجزء. الجزء الثاني هو ان احنا ازاي نقدر نوصل، مش نوسع بس قطاع رياده الاعمال، نوسع ان اي حد في اي نطاق جوه جمهوريه جوه مصر يقدر يوصل. اي شاب يقدر يوصل لمسرعات اعمال، اي شاب يقدر يوصل لحضانه اعمال، اي شاب يقدر يوصل للتعليم رياده الاعمال في اي حته في مصر. فدول المشروعين اللي كان الاجتماع كله متركز عليهم او كنا مركزين فيهم. وطبعا يعني الاشاده اللي تلقيناها كانت شهاده كبيره جدا. صحيح. من السؤال الاخير، شركتكم ما قبل فوربس وتكريمها اكيد تختلف عن ما بعد فوربس وتكريمها. في مرحلة في النص حصل فيها يعني تكريم، مش حقول إقليمي، حقول عالمي، لأن احنا بنقول الشباب دول يا جماعة بيقدروا يعملوا حاجة مهمة جدا، ودي شهادة جاية من الخارج مش جاية من الداخل، فبتزيد من مصداقية. تأثير ده عليكم إيه؟ كلميني عن مش مظاهر الفرحة، لا كلميني عن يعني كلام بجد، ما قبل وما بعد، هنعمل كده بعد فوربس. اظن ان احنا لو احنا كنا في انطلاق بنتحرك بوتيره سريعه قبل فوربس، بعد فوربس هيبقى علينا مسؤوليه اكبر ان احنا نتحرك بوتيره اسرع وبافكتيف، يعني يبقى في افكتيفنس اسرع. الحاجه الثانيه برضو اللي انا كنت عايزه اضيف عليها على زميلي عمر، ان احنا لما قابلنا دوله رئيس الوزراء كنا بنعرض تقرير عن رياده الاعمال في مصر، والتقرير ده المفروض يعني كنا هنطلقه ان شاء الله يعني على اخر السنه. التقرير ده بيستعرض بقى اهم النقاط واهم المقترحات اللي المفروض تنمي القطاع، ودي وهو دي اول حاجه بايرورتي لينا بعد فوربس، ان احنا نبتدي نطلق التقرير، نبتدي ننفذ الريكومنديشنز اللي طلعت من التقرير، نبتدي ان احنا نشتغل اكتر على ان احنا نتوسع في المحافظات المصريه عن طريق برنامج الجامعات. فانا شايفه انه بعد فوربس لا، هي المسؤوليه بقت اكبر، ويعني زمايلي يقدروا يضيفوا على كلامي. يعني اعتقد انتوا تاثيركم الحقيقه مش بس وصل يمكن الدوله او القياده المصريه، لكن وصل لابعد كمان من ذلك، زي ما كنا بنتكلم على اختيار مجله فوربس ليكو من ضمن اكثر الاشخاص المؤثرين طبعا تحت سن 30 سنه. والحقيقه يمكن في وقت كده اوقات كانت ناس شايفه انه الشباب المصري بقى مهتم قوي بالمنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، ومفيش حد بيشتغل ومفيش حد باصص للمستقبل. لكن الحقيقه انا لما بقابل يمكن قابلت شباب الحقيقه كتير جدا مهتمين قوي بفكره الستارت ابس او شركات الناشئه ومجال رياده الاعمال. شايفه ان افكار كتير جدا بتخرج، افكار جديده، افكار حتى بره نطاق التفكير اللي احنا متعودين عليه. في بعض الاوقات كده كان حتى المشروعات اللي بنفكر فيها كانت كلها شبه بعض، دلوقتي لا، مش ده اللي حاصل. طول الوقت الشباب المصري حتى بيدور على اصغر التفاصيل اللي يقدر يخرج بيها بمشروع مهم او مشروع يفيد الناس بشكل كبير. فالحقيقه انا متفائله جدا بالمستقبل اللي جاي من خلال شبابنا اللي موجود، وسعيده جدا ان انتم معايا النهارده، ومتاكده ان احنا هنتقابل تاني وهيبقى فيه كمان انجاز اكبر من اختيار مجله فوربس ليكو. وبشكركم طبعا شكرا جزيلا. منى زغلول وعمر ياسر رزق ومحمد ايهاب اللي تم اختيارهم من خلال مجله فوربس الشباب المؤثره في الشرق الاوسط، نورتونا. شكرا جزيلا ليكم، وزي ما قلنا شهاده للشباب المصري من مجله فوربس. ما اعتقدش انها محتاجه، يعني احنا مش شباب مستهلك احنا شباب منتج وعندنا نماذج.